بخصوص دور المجتمع المدني، يعني عندي فكرة أنه أحيانا بالمنطقة العربية تشوفي هوس بالتعريف، أنه حابين نعرف كل شيء، أنه لازم يكون في تعريف ثابت للمجتمع المدني، يكون في تعريف ثابت للأدوار. أنا برأيي حاليا من الخطأ أنه القيام بتعريف ثابت بوضع متحرك ومتغير بالمنطقة العربية. فبرأيي من الأفضل أنه ما نحدد دور المجتمع المدني، يعني يكون المجتمع المدني عنده سيولة قابل للانفعال والتغيير حسب المستجدات اللي تصير بالمنطقة. هاي أولا. ثانيا بخصوص المجتمع المدني، الفكرة الثانية اللي تكون سائدة أحيانا أنه دور المجتمع المدني هو دور معارض، دور مراقب للدولة والحكومة ودور معارض للدولة والحكومة طول الوقت. أنا برأيي المجتمع المدني لازم يكون عنده متعدد الأدوار، لازم يكون عنده دور المراقب والمعارض وقت ما يكون في حاجة، يكون عنده دور المشارك والشريك المتساوي للدولة وللشعب وقت الحاجة، دور الوسيط وقت الحاجة، دور المتحدي وقت الحاجة، وأدوار مختلفة أخرى. أما بخصوص برامج مثل برامج دورك وبرامج صوت الشباب العربي وبرامج أخرى، برأيي الفائدة الرئيسية لهذه البرامج هي توفير فضاء ومناخ مناسب الشباب العربي إذا كانوا نشطاء وإذا كانوا أكاديميين إذا كانوا صحفيين، بتحدي أفكارهم، بشراكة أفكارهم مع بعض، تحديها، تطويرها، إعادة النظر مش بس بأفكار، مش بس باستراتيجيات، ولا ما حتى بقيم أساسية. أنا من الناس اللي بعد مشاركاتي ببرامج متعددة وفضاءات متغيرة، يعني إقليميا ودوليا، صار عندي مجال أنه أعيد التفكير حتى بقيم أساسية كنت ملتزم فيها بخصوص مجتمع مدني، بخصوص حقوق إنسان وأمور أخرى.